جميع الخواص سواء فيزيائية أو كيميائية ممكن بتصنف إلى الانتنسيف بروبرتي أو اكستنسيف بروبرتي. الانتنسيف بروبرتي هي خواص لا تعتمد على الكم، لا تعتمد على الكم. مثال الكالر، الاودر، الدنسيتي، البريشر، كل دي تعتبر خواص لا تعتمد على الكم. في خواص تعتمد على الكيف بتسمى اكستنسيف بروبرتي. مثال الوزن، الطول، الحجم، كل دي تعتبر خواص تعتمد على الكم. دي بعض أسئلة على ما سبق شرحه. القياسات في الكيمياء تختلف من مكان إلى مكان، من أجل ذلك تم اجتماع العلماء لتوحيد القياسات في الكيمياء. مثال المتر، تم الاتفاق عليه انه الوحدة العالمية للطول هي المتر، ويرمز لها بالرمز M. الماس الكتلة، الوحدة العالمية ليها اللي هي الاس اي يونت بتسمى كيلوغرام، ورمزه كيلو كي جي. تايم، الوحدة العالمية السكند، يرمز ليها بالرمز اس. الالكتريك كارنت، الوحدة العالمية بتاعته بالامبير. تمبريتشر للحرارة، الوحدة العالمية بتاعته الكلفن كي، وفي اخر حاجة او ما قبل الاخيرة هي كمية المادة، يرمز ليها او الوحدة الاساسية بتاعته بالمول، ويرمز ليها بالرمز. جميع الوحدات التي سبق ذكرها يمكن ان تتحول الى وحدات اكبر او الى وحدات اصغر. مثال لو خدنا الطول، الوحدة الاساسية بتاعته او اللي هي الاس اي يونت المتر. المتر معروف ان هو ممكن يتحول الى وحدات اصغر او وحدات اكبر. لو خدنا وحدات الاكبر في مثال الكيلومتر، الكيلومتر بيساوي 1 × 10^3 متر. الميجا متر 1 × 10^6. الجيجا متر 1 × 10^-9. والتترا متر 1 × 10^-12. اما الوحدات الاصغر اللي هي الديسي، الديسي متر هي بتساوي 1 × 10^-1 متر. السنتيمتر 1 × 10^-2 متر. الملي متر 1 × 10^-3 متر. مايكرومتر بتساوي 1 × 10^-6 متر. النانومتر 1 × 10^-9 متر. الوحدات دي ممكن بنحاول ما بينها وما بين بعضها. مثال التترامتر ممكن بنحولها الى وحدات اصغر منها. مثال لو خدنا النانومتر، احنا واحنا نازلين من فوق لتحت من وحدات اكبر الى وحدات اصغر، بالتالي الاشارة هتبقى اكيد بالموجب، اكيد بالموجب. لو قلنا تترامتر بيساوي كام نانومتر، لازم نحول الى الوحدة التترامتر، هنا بنحولها الى الوحدة اللي هي الاصغر منها او الوحدة اساسية لمتر. فتترامتر بيساوي كام متر؟ 1 × 10^-12. طب بعد كده لازم نحول المتر الى نانومتر. المتر واحنا نازلين من متر الى وحدات اصغر اللي هي النانو بيساوي 1 × 10^-9. اذا زائد 12 وزائد 9 بيساوي 1 × 10^-21.
لو خدنا مثال على الوحدات التي سبق ذكرها اللي هي اللينس، الوحدة بتاعته زي ما قلنا قبل كده بالمتر، الوحدة الأساسية أو الوحدة اللي هي العالمية الـ SI unit بالمتر. وتعريف اللينس هو speed of light which travels a distance of 1 متر in واحد على سرعة الضوء في الثانية. طيب ممكن نستفيد مما سبق ان احنا ممكن نحول وحدة المتر الى وحدة اصغر منها اللي هي النانومتر، وممكن نحول زي ما قلنا قبل كده واحد تترا متر بيساوي كام نانومتر. ده واجب نقدر نحله في البيت. وحدة اخرى هي وحدة الكتلة الماس او وحدة الوزن الويت. نفترض ان شخص ما وزنه 70 كيلوغرام، طيب لان لا يوجد جاذبية، اذا الوزن يعتمد على الجاذبية، الوزن اللي هو الويت. اما الماس هي الكتلة، هي كمية المادة matter in an object، ودي الوحدة دي لا تتغير باختلاف المكان. يعني اذا الـ70 كيلو جرام اللي هي الماس هي نفس الكتلة في الفضاء لا تتغير. ليه؟ لانه لا يعتمد على المكان. اما الويت بيعتمد على المكان، الويت بيعتمد على قوة الجاذبية. ناخد سؤال بنحاول نحله، 1 كيلو جرام بيساوي كام ميجا جرام، آسف كام ميلي جرام، 1 جرام بيساوي كام مايكرو جرام. ده نحاول نحله الفوليوم الحجم تعريفه هو متر مكعب is a length cubed، متر مكعب. إذا كان السنتيمتر بيساوي 1 في 10 أس ناقص 2 من المتر، يبقى إذا 1 سنتيمتر مكعب بيساوي كام متر مكعب؟ بالطريقة اللي احنا شايفينها هنا دي بتساوي 1 في 10 أس ناقص 6 متر مكعب. الـ SI unit الخاصة بالفوليوم هي المتر المكعب. في وحدة أخرى مستعملة ألا وهي اللتر. احنا خدنا مما سبق، خدنا الكتلة وأخدنا الحجم. الكثافة هي الكتلة على الحجم. الكثافة معناها density. Density is the mass of an object divided by the volume، الكتلة على الحجم. والاس اي يونت الخاصة بالدينستي هي كيلو جرام على المتر المكعب. قلنا قبل بتاعته الكيلو جرام، والفوليوم الاس اي يونت بتاعته المتر المكعب. نقسم الماس على الفوليوم يديني الدينستي. ده يعتبر سؤال ممكن يجي، لو انا اديتك الماس والفوليوم اقدر اخد الدينستي، او اديتك الدينستي والماس اقدر اخد الفوليوم، او الدينستي والفوليوم اقدر احسب الماس. بيقول لك هنا الجولد is a precious metal that's chemically unreactive، الذهب هو معدن نفيس هو كيميائيا غير نشط. A piece of gold ingot with a mass of 301 جرام، 1 جرام ده الماس، has a volume of 15.6 سنتيمتر مكعب. calculate the density، هو عايز يحسب الدينستي. يعني هنا مديك الماس ومديك الفوليوم، من الاثنين دول اقدر احسب الدينستي.